هتركبي اوتوبيسات ياخت زي كل الناس. طب انت بسلامتك تروح تركبي لي تاكسيات بالفلوس اللي احنا موفرينها. هركب اوتوبيسات. كل يوم بيحصل لي زي مش عارفه ازاي انا عملت كده. تفتكر سلم نفسي للبوليس؟ الاثنين اتضربوا في نفس المكان وبنفس الطريقه. مصر كلها دلوقتي بقى فيها تحرك. انت كنت طالع الاوتوبيس تتزنق؟ احنا اتفقنا مع طنط وانكل تتنزل عن القضيه الجلسه الجايه. طز في الناس مليون طز في الناس. ما انا يا اما هتنازل عن القضيه يا اما هخسر عمر. انتوا عايزين نعمل ايه بالظبط؟ عايزين نضرب لكم واحد تاني عشان انتوا ترتاحوا وانا اروح في داقيه؟ لا يا فايزه احنا عايزين نعمل زيك. عايز مخبر في كل اوتوبيس. انت عارف في كام اوتوبيس في مصر يا باشا؟ لا بس عارف في كام مخبر في مصر؟ الاوتوبيسات بقى عليها العين. عايز اعرف بس لو كانت في واحده ست من اللي بياخدوا الكورسات دي تصرفاتها غريبه او مريبه او حاجه زي كده. لو هتشك في حد يبقى لازم تشك في كل ستات مصر. اوعدك اول ما اروح هعمل فيش وتشبيه لمراتي.